عقدت الشرطة في البيرو والقبائل الأصلية في البلاد تجمعا ضخما لوقف أعمال العنف بين الجانبين بعد سنة من أعمال العنف الدامية التي أدت إلى مصرع 30 شخصا. وحضر الاجتماع قياديون في الشرطة وزعيم قبائل الأواغون، واندلعت المصادمات آنذاك في منطقة باغوا نائية عندما حاولت الشرطة تفريق تظاهرة قام بها السكان الأصليون الذين كانوا يطالبون بمزيد من الحقوق في الموارد الطبيعية في المنطقة.